ليسبيرونس. باهي نبداو الحوار نتاعنا علاش بعد شويه سي زياد توا خمس سنين اللي خرجت من ليسبيرونس هكا ولا اربع 2015 اي اربع سنين علاش بعدت؟ والله بعت سي تان شوا هذا خيار انا قمت به لاني شفت انه المشهد العام ما نحكيش على المشهد الرياضي راه المشهد العام بصفه عامه تعفن شويه فما برشا تشنج فما برشا شتم فما برشا كريتيك ماهيش كريتيك اللي في تكون معناتها بناءه فما تحس انه التونسي اليوم في الظرف هذا في ثلاثة سنوات ثم في الأربعة خمسة سنوات تونسي تحس به ولا قولش عليها على حسابه أقل حاجة تحرجه أقل حاجة تقلقه مش فرحان بحد شيء بنجم نتفهم أنا ولكن الوضع العام ما يشجعش وأنك باش تقوم بعمل جمعياتي ولا عمل انت مجتمع مدني ولا عمل حزبي ولا دونك انا سي تان شوا كو جي في جي بري دو ريكول ان باش ناخذ راحه مع بدني ومع مخي ومع ضميري ومع عديد من الاشياء حاجه اخرى باش نتامل اش عملت البريود هذه الاخرانيه نحاسب روحي شنو اللي عملته به شنو اللي عملته خايب ونصلح روحي كلم لاعبي الكبار اللي قدم برشا كره قدم التونسيه يقولوا هكا ما شنو نقولوا شكون باش يخدم الكره في تونس ما. والله اجي نقول لك الكره تنجم تخدمها من عدة مواقع حتى ساعات كي تسكر فمك وتسكت وتبعد تسمى تخدم في الكورة أنا كنت يعني نقول أن ميليتان في ميدان الرياضة لأني جي توجور لوتي بور أن سبور بروبر بور أن سبور إكيتابل رياضة للناس كل رياضة للجميع كل واحد يأخذ حقه تحسين البنية التحتية تحسين مستوى الرياضة ما نحكيش على كرة قدم بصفة عامة اعطاء الأهمية للرياضيين تشجيع الرياضيين حط لهم الإمكانيات باش ينشطوا باش يبرزوا لأن عندنا مخزون كبير في تونس تونس ولادة في الرياضة وهاكم شفتوا بإمكانيات صغيرة هاكم شفتوا كرة اليد تعطي نتائج كرة قدم تعطي نتائج المصارعة تعطي نتائج يعني التونسي مغروم بالرياضة دونك أنا ندافع على حق التوانسة وعلى حق شباب التونسي لتعاطي الرياضة في أحسن الظروف في أحسن المستويات ومعناتها كل مرة والظرف متاعها واقع الرياضة في تونس ظهر لي موضوع كبير لازم مساعدة نحكي عليه باهي نحكي على موضوعنا الأساسي اليوم اللي هو زيادة التلمساني نبدأ من البدايات كيفاش كانت البداية في كلاعب في الاسبيرونس في ليجون كيفاش أول نهار جات لك الفكرة باش بون نعرف الوالد سعاد مجيد ملاعب قديم ومن أحسن الهدافين في تاريخ الكرة التونسية هو ركب لك الفكرة وإلا أنت دوي من الصغير كيفاش جات الفكرة وقتها؟ ما فماش فكرة هو يقول لك في الدم نحن نقولوا في الدم تعدى في الدم سي دون ليجين سي نحن جينيتيك نحن عائلة ترجية بابا تولد في باب القواس نحن عشنا غاديك خرجنا من البلاصة هذيك حب الترجي مشى في دمنا مشى في حياتنا ولات حاجة نعيش به أنا نقرأ في المعهد الصادقي عمري 11 سنة نقرأ في المعهد الصادقي ودخلت للترجي الرياضي التونسي وقتي عمري 10 سنين في المدارس الوالد هو اللي دزك ولا وحدك ليه ولا ليه ما تعرف نحن الوالد عاوني باش يهزني ولكن نحن نبداو ديما نحاربوا نحبوا هزني 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 نلعبوا كره كنت نلعب في الحوم وفي الكياسات وفي الشارع كيما الولاد الكل وتعرف الترجي طلع انا عمري 4 و 5 سنين نقعد على بنك الاحتياطيين نتاع الترجي هذه تونسي خاطر والدي كان رئيس فرع ونثبت على روحي عمري 4 و 5 سنين في بنك الاحتياطيين مع اللاعبين مع المدرب ندخل حجرات الملابس يعني من الصغرى معناتها راضعين وفي الصغرى فهمت بابا كان رئيس فرع نتاع كبر الترجي الرياضي التونسي كره قدم بصراحه كانت فما وسطات شويه ولا فرات روحك انت من وسطات فيش خاطر تو يحكوا عليها برشا في الليجون الوسطات هذه والاولياء دخل ولدي فلان ولدي فلان اجي نقول لك انا تجم تكون فما وسطات ما تجم تكون فما وسطات ولكن في نهايه الامر الوساطه الوحيده هي سقيك صحيح وهو مستواك وهو راسك وهو قلبك من الاول تنجم تكون لكن في السنيور يفرق ليه تنجم تكون يعطيك فرصه باش تدخل تلعب خاطر توا نحن مثلا خذ الترجي الرياضي التونسي يجيو في لي تيست نتاع السيف يجيو 3000 و4000 و5000 واحد
انت ها 3000 و 4000 5000 واحد كيفاش تجم تصفيهم؟ دونك باش تعمل دي تيست، دونك فما اشخاص تعطيهم اقل فرصه من اشخاص، فما اشخاص بوتيت ما تراهمش على خاطر جا في ربع ساعه اللي شفتها فيه ما جاتوش ظروف طيبه، دونك وفما اشخاص تزيد مثلا كي يبدا شكون موسع عليهم تعطيه اكثر فرصه باش تشوفه. ولكن اذا كان هو عنده مستوى تو يقعد في الكسكاس، واذا كان ما عندوش مستوى باش يتيه. انا ناكد لك اللي فريق كيما الترجي الرياضي التونسي اللي ما عندوش كره في ساقيه ما يجمش يقعد. انا تو يتصلوا بيا برشا اشخاص وبرشا اقارب وبرشا اصدقاء قولوا لي زياد عاوننا، نقول له انا راني نجم نعاون باش نعطيه فرصه باش يبرز، باش نعطيه فرصه باش يتمرن، باش نعطيه فرصه باش يعمل تيست واضح. اما بعد اللي يخليه ساقي ما نجمش له، ما نجمش انا نجي نقول المدرب بربي دخل هذا وهو ما يعرفش يلعب كوره، مستحيل هذه ما تجيش. سورتو نحن في الترجي الرياضي التونسي معناتها اون شيرش ليكسيلونس، اون شيرش لي ريزولتا، اون شيرش تكوين، اون شيرش فهمت. دونك سي با بوسيبل. زيادة لمسينا من اللاعبين القلال في تونس اللي وافقوا بالقرايه والكوره. اولا نحب وصفه كيفاش نجمت الملاعبيه خصوصا الصغار يسمعوا فينا تو، وثانيا علاش ديما اغلب الملاعبيه ما عندهمش نيفو كبير في القرايه؟ والله هي ما فماش وصفه، ما فماش وصفه. الوصفه الوحيده اللي نجم انا نقول فيها نحكي فيها، انا ديما نقول حتى كي كنت مسؤول في الترجي الرياضي التونسي ونتقابل مع اولياء ويجوني اولياء يسالوني ويقولوا لي الولد نحب نخرجوا من القرايه، ديما نقول لهم لا. الجواب نتاعي ديما نقول لهم لا، ما تخرجوش ولادكم من القرايه. علاش؟ لانه المستوى الثقافي والمستوى التعليمي هام جدا. حاجه اخرى في الكوره، راهو رياضه كره قدم اللي يطلعوا باش يعملوا معناتها اون كارير بروفيسيونيل ولا يلعبوا في اعلى مستوى سي ان بيتي بورسنتاج، نسبه مئويه صغيره جدا. فانا اليوم نجي نشجع اولياء ولا نشجع اولاد باش نقول لهم تخليوا على دراستكم باش من بعد 3 أو 4 سنين يظهروا هم ماهمش عندهم مستوى باش يلتحقوا بفريق اكابر ولا يلتحقوا بسنتر دو فورماسيون ولا يلتحقوا باحتراف، هذا سي تانغاشي ويكونوا خسروا مشيرات الاثنين. بالنسبه للوصفه ما فماش وصفه، اول حاجه لازم تكون عندك امكانيات في كره القدم، لازم تكون عندك امكانيات، لازم تكون عندك دي كاليتي خارقه للعاده على القليله في موضوع ما، تكون مثلا عندك دي كاليتي دو رابيديتي كبار برشا تكون معناتها سريع على الميدان، يا تكون عندك اون كاليتي تكنيك خارقه للعاده، يا تكون عندك اون كاليتي فيزيك قويه برشا وبنيه قويه برشا، يا تكون مثلا قوي في الهواء بضرب الراس. ما جامش معناتها لاعب متوسط في كل شيء ينجح، لازم تكون عندك او موا اون او موا اون كاليتي او دوسو تفوت الناس الكل دو لا موين. الكاليتي من بعد لازم تكون عندك روح قتاليه، روح قتاليه بين ظفرين اللي تجم يعني توفق ما بين القرايه وما بين كره قدم. على خاطر القرايه معناها نحكي على نفسي، انا عملت الكليه ومن بعد طلعت مدرسه المهندسين ماهي سهله، راهو انا وصلت نعمل 14 ساعه في النهار نقرا و12 ساعه في النهار نقرا، يعني كنت كي الروبو ما نعمل حتى شيء اخر، يتلقاني نتدرب يتلقاني نقرا. تعب كبير وضف حياتك بالطبيعه. ما ما ماهوش سهل، واللي صخايب اللي حاجه سهله راهو يغلط، اللي صخايب اللي حاجه سهله يغلط. انا كنت عندي كاباسيتي كبيره نتاع قرايه، نقرا 14 ساعه 12 ساعه، امي الله يرحمها كان جيت لحلح بيا يزي تقول لي عايش ولدي يزي من القرايه، ولا بالحق الله يرحمها تطلع لحلح بيا تقول لي ايش كل حاجه ايش يزيك راهو ظهرك وجعك. معناتها فما عباد تقول لك هذا كيفاش وصلوا بوتيتر شويه شانس وبوتيتر عاونوه، لا لا قول له ما فماش، راهو يجي نقول لك سيرين كارير نتاع 20 سنه و25 سنه و30 سنه فماش حظ، يجم الحظ يسعفك من الاول، ولكن لي فالور اللي نشحوك هو مستواك، هي لابنيغاسيون نتاعك، هي التضحيات نتاعك، هي قوتك، هي قوت شخصيتك. خاطر راهو كرة قدم ماهيش حاجة سهلة، نعاود ديما نقولها، اللي ما عندوش قوة نتاع شخصية ما جامش ينجح، سورتو في الفرق الكبيرة. وقوت الشخصية والتضحيات اللي حكيت عليهم هذم هما اللي خلاوك تكون من أول الملاعبية اللي يحترفوا ويخرجوا خارج تونس. في الوقت هذاك ظهر لي ما كانش فما برشا ملاعبية يمشوا لبرا، مشيت لجيمالايش، كيفاش كان التحول من إسبيرونس لجيمالايش؟ والله لهنا جايو ان بتي كو شانس الحق. كيفاش كو شانس؟ انا نلعب في الترجي الرياضي التونسي، مازلت كي طلعت فريق كابر، مازلت كي بديت مظهر،
يعني بتاتر السنة الأولى ولا هي السنة الثالثة الرابعة، خاطر أنا دخلت عام 86 مع ماريلدو، بعد جات أونيبيشنيسيك 87 88 89 الموسم الرابع متاعي في الأكابر. الموسم الرابع اللي هزينا فيه نحن دوبلي مع توني بيشنيزاك، كانت اكيب كبيره، طارق فياب، خالد بن يحيى، شكري الواعر، سوشان الخميري، توفيق الهيشري، جبارة، عبد اللطرش، خليل برباش، حسام فدو، بسام جريدي، اسامي كبار، فريق كبير هزينا به الدوبلي. نهار فما مقابله نلعبوا ضد الملعب التونسي، ملعب التونسي كان وقتها يزاحم الترجي الرياضي التونسي على البطوله، عبد الحميد الحرقال والامام واسامي كبيره برشا تلعب في الملعب التونسي. انا كنت صغير ما نعرف نتبع نلعب نترينا ونروح. لعبنا مقابله، عديت انا مقابله طيبه، ماركيت سجلت هدف وعطيت هدف اثنين اثنين وفي الماتش هذاك يعطيك الصحه. نهارتها جاوا مبعوثين من فريق جيمارانش، هما جاوا يتفرجوا في خالد بن يحيى، ما جاوش يتفرجوا فيه، فكيتوا البلاصه؟ لا ما فكيتلوش. لا لا ما فكيتلوش، هما جاوا يتفرجوا في خالد بن يحيى. انا جي اتيري لا اتونسيون وقت اللي وفات المقابله، مشاو اتصلوا برئيس النادي سي سليم شيبو، قالوا له رانا نحن جينا نتفرجوا في خالد بن يحيى اللي يعجبهم سيرمون، عجبهم خاطر خالد بن يحيى لاعب كبير. اما قالوا له راهو لافونسونتر هذاك راهو الى اتيري نوتر اتونسيون اي اون سوري انتريسي بار سي سيرفيس. قال لهم لا، قال لهم هذاك ما تحكيوش معاه مازال صغير، اي نو ني با كيستيون، تسكر الموضوع. ليلتها جاني تليفون في الليل، شخص صديق قال لي يا زياد راي هاي الحكاية هكا هكا هكا، وراهو رئيس النادي قال لهم لا، وراهم لي بورتوغي باش يروحوا، وصراهم سكنين في النزل فلان الفلاني الفلان. شخص هذا يحب يعاوني يعطاني المعلومة. إيه شنو أجون ولا شنو؟ لا مش أجون، سان سوبورتير إسبيرونتيست. واضح. كان في الوقت ذاك هو حاضر في المحادثة مع رئيس النادي. يا اخي انا بعثت الوالد نتاعي قلت له بربي شوف شنو هي الحكايه، مشى بابا للنزل واتصل بالبرتغي وقالوا له سي فري رانا نحن جينا وحبينا هكا وهكا، ما رئيس النادي قال لنا لا لا لا، وابارتير دو لا بدات الحكايه. حتى من بعد بابا قنع رئيس النادي. كيفاش كيفاش قنع؟ خاطر سليم شيبوب وقتها يقولوا برشا كانوا ملاعبيه قالوا حلمنا بالاحتراف وقتها، انت كيفاش توصلت انك قنعت سليم شيبوب باش يخليك تخرج؟ سليم شيبوب ولا الوالد نتاعك؟ معها تواصل الوالد نتاعك؟ معناتها البابا هو اللي قنع. انا كنت عندي ريلاسيون مع سليم شيبوب، العلاقه نتاعي كانت ملور بالكل لاعب رئيس داكور، ومن بعد وليت مسؤول رئيس، تحسنت ولينا كي 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 عطاني الفرصه باش تكون مدير رياضي تحسنت، معناتها وليت علاقه اخرى. اما ملور بالكل لاعب رئيس على البريود هذا لاعب رئيس ماش علاقه، هو رئيس وانا لاعب صغير. صحيح. على السلامه بالسلامه وراه. اي والدك ما حكالكش كيفاش هو التفاصيل اللي صار؟ بابا قنع. علاش بابا قنع؟ بابا قنع على خاطر لازمك تعرف لي بابا سون فيديت في الاسبيرونس ومعروف وعنده علاقات برؤساء اخرين. كلمته مسموع. كلمته مسموعه، تكلم مع رؤساء جمعيات اخرين اللي قنعوا في الاخر سي سليم شيبوب بارك الله فيه مشكور اعطاني فرصه باش نخرج. وقت اللي معناتها الوقت الاحتراف والواحد كان سعيد وخرجت. effectivement خرجت، مي الموضوع صار هكا بالضبط. كي خرجت عملت مسيره كبيره في البرتغال، الشيء اللي خلاك حتى في مارس 2018 حكاو انه زياد المتني نجم يكون في قائمه نتاع واحد من المرشحين لرئاسه نادي فيكتوريا جيمريش. شنو هي الحكايه هذيك؟ والله قعدت ست سنين، قعدت سبع سنين في البرتغال، وعملت فريمون سي سيزون اكسبسيونيل، يعني كل سنه نخرج احسن هداف تاع الفريق. منهم مرة جيت الهداف الثاني في الدوري البرتغالي، سجلت 15 هدف، جيت الثاني خذيت البالون، معناتها البالون دو دارجون داكور. دونك خليت انطباع طيب، تربيتي اخلاقي معناتها لو سيريو نتاعي على الميدان خارج الميدان خلى واني خليت ايماج باهية ليا انا شخصيا ولبلادي بصفة عامة. دونك عمناول وتعمناول الفريق هذا نتاع البرتغال تعدى بظروف صعيبه، تعدى بظروف صعيبه وصارت انتخابات، فاتصلوا بيا هما زوز وثلاثه قوائم، اتصلوا بيا قائمه من القوائم قالوا لي رانا نحن ما انت ماذا بينا كان تكون انت
معناتها لو بور درابو نتاع القائمه هذه، وانا كنت مقتنع بهم ونعرفهم فاعطيتهم اسمي باش تعاملوا به. فوالا باه ماشي لليابان بعد ما نجمعش مشيت اليابان. ما تعتبرهاش خطوه التالي كنت في اوروبا وصرت نعرف وقتها سمعتك انت حكيت قلت طلبوني بورتو طلبوك البي اس جي الاختيار شو نتاع اليابان ما تعتبروش خطوه التالي رغم اللي الفريق مشيت له كان فيه نجوم كبار كما لاو جروب اللي جاي وقتها من ريال ظهر لي هكا ولا لا ما ما, ما نعتبروش خطوه التالي. وباش نفسر لك انا كنت وقتها نعتبر واني وقت اللي قبلت العرض نتاع اليابان بصراحة نقولها كنت نعتبر روحي ماشي في شبه عطلة. علاش؟ لأنه العقد من الناحية المادية كان ضخم 10 مرات اللي كنت نتقاضى فيه في البرتغال. زدت أكدت كلامي هنا. إيه لا لا مسالش أنا واضح وصريح ما عنديش ما نخبي. أنا جافي 31 ولا 30 30 سنة 30 سنة قلت أي نمشي نربح الفلوس. واليابان وقتها يحضروا في كأس العالم 2002 وعاملين برنامج كامل باش يجيبوا النجوم نتاع الكره العالميه. انا يعني منتصور مانيش خير من النجوم نتاع الكره العالميه، مانيش خير من مارادونا، مانيش خير من بازيل بولي، مانيش خير من سكيلاتشي، ومانيش خير من فانمبورغ، مانيش خير من زينيو اللي لعبوا هذوما كاس عالم ونجوم. هما يقبلوا انا ما نقبلش نمشي اليابان. اي ما كانش البي اس جي ولا بورتو خير. خلينا نكمل لك الريزونمون تاعي، نكمل لك الريزونمون تاعي. دونك فما وقتها اون روي دي ستار مونديال دو فوتبول فيغ لو شامبيونا جابوني. فما العرض المالي اللي كان هو ضخم واللي انا ما نجمش جو بو با لو ريفوزي. وانا تنجم تقول قداش؟ علاش؟ اي باش نفهموا الوقت اللي مونتون وقتها. معناتها وقت انا نعرف بي اس جي عطات مليون دولار. لا مليون دولار الفريق. اي مش ليك انت. لا مش انا. ما... انت تحكي على عرض المال اللي كنت. لا انا بالطبيعه خاطر نحن وقتها في الوقت ذاك ما كانش هاك لاريتي بوسمان ماكش موجود حتى كي توفى العقد مع فريقك تقعد تحت فريقك. اليوم كي توفى العقد تو ليبر. نحن وقتها لا توفى العقد تو ني با ليبر فريقك يتحكم فيك. تعرف هذا؟ لا ما نعرفش حقيقه. ادخل من بعد شوف اضرب جوجل قول لاريتي بوسمان. هذا بدلت وجه كره قدم وبدلت وجه اللاعبين تاع المحترفين. فانا كان في بالي واني ماشي في شبه عطله باش نربح الفلوس وباش نرتاح وغلطه كبيره. انا بيدي غلطت. تعرفش علاش؟ على خاطر اللي خدمته في اليابان 5 و6 مرات قد اللي خدمته في البرتغال من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه ومن الناحيه التكتيكيه اللي تعلمته في اليابان 10 مرات كل اللي تعلمته في البرتغال. انا بيدي كنت غلط وقت وصلت غاتيكا. صدقني الخدمه اللي خدمتها قلت معناتها كنت غالط. انا يقول لي الخدمه اللي خدموها لنا ولا لو فوليوم دو ترافاي كو جي دو معناتها انكيسي ساعات تكمل تقول قسم على الله الفلوس حتى هذوما اللي جيت باش تربحهم تقول قسم على الله يجي رجالهم فلوسهم وخلي خلوني نرتاح. معناتها اون ترافاي خدمه كبيره كبيره برشا خدمه مدربين كبار وخدمه كبيره. انا معناتها نقول لك على اج دو 30 عمري 30 سنه تعديت دام باليي فالا نوتر من الناحيه البدنيه من الناحيه التكتيكيه من الناحيه الفنيه. معناتها تحسنت وتعرف الواحد يتحسن وقت عمره 20 22 23 24 سنه 21 19 20 وقتها فما كل مارج دو بروغريسيون. ولكن انا عملت اون بروغريسيون على اج دو 30 يا ناس. معناتها فهمت عملت اون بروغريسيون على اج دو 30. هذا الشيء نجم يكون خلاك تكمل في اخر موسم ليك 34 عام هداف البطوله في التوب تكمل. صحيت هذا هو اللي خلاني نكمل 34 و 35 سنه نلعب في الترجي ونجي في التيست فيزيك من الاولانيين. في التيست فيزيك دونك هذه سيتي اون فوس ايدي كوم كوا انا ماشي لليابان شبه عطله. هذه كانت فكره غالطه. انا بيدي غلط. بعد وقت وصلت غاديك على عين المكان شفت لا كاليتي دو ترافاي لو فوليوم دو ترافاي شيء مهيب شيء كبير كبير جدا. من اليابان رجعت لتونس كما قلنا عملت عامين في 3 في الاسبيرونس كملت فيهم اخر عام بيوتور عامين سنتين ربحنا البطوله وكاس افريقيا ورا بعضهم 97 98 دو شامبيونا اي دو كوب دافريك دو سويت. بعد دخلت كمدير رياضي ظهر لي بدوبا كملت دخلت كمدير رياضي تجربه كانت تعتبرها ناجحه. هزيتوا برشا ارقام ظهر لي في 3 سنين هزيتوا كل شيء. اما علاش ما تواصلتش؟ شنو صار وقتها؟ والله ما صار حتى شيء. معناتها تعرف وقت اللي تتعامل مع اشخاص وتكون انت ان امبلويي
تسمع فيا؟ اي معك. الهيرارشي نتاعك تنجم تاخذ يعني دي ديسيزيون ولا تاخذ مسار اللي انت ماكش موافق عليه برشا، وتنجم تكون حاجات اللي ما تتوافقوش عليهم، وكل واحد ياخذ ثنيت. كان ثم خلاف في وجهه النظر بينك وبين رئيس النادي سليم شيبوب؟ لا مش 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 خلاف في وجهه النظر. اللي قلتوا لي خاطر كلام عام، شنو صار لي ديتاي بالضبط؟ والله ما صار حتى شيء، نحن لتوا اصدقاء واحترام ما بيناتنا كبير، وديما انا نكون له الاحترام لانه اعطاني فرصه باش نبرز، واعطاني فرصه باش نبرز مش كلاعب، ما اعطاني فرصه باش كمسير. نبرز كمسير وكلاعب ساندني، زي معناتها ما فيش حتى شك كان سليم شيبوب كان يساند اللاعبين نتاعو مهما كان اساميهم، وكان قريب للاعبين نتاعو، زي كل واحد ياخذ حقه راه. سليم شيبوب كان اللاعبين يعتبرهم كي ولادو، يطلب منهم برشا، قريب لهم برشا. اما كان عنده اخطاء زيد، وانت قلت كما ذا في واحد من التصريحات نتاعو. لا لا لا، الناس كل تغلط، الناس كل تغلط، ولكن حتى واحد ما نجم يشكك في حب سليم شيبوب للترجي الرياضي التونسي، حتى واحد ما نجم يشكك في الشيء اللي اعطاه سليم للترجي الرياضي التونسي. انا نغلط وانا غلط وغدوه مازلت باش نغلط، وانت تغلط، الناس كل تغلط. شنو مثلا الاخطاء اللي عملهم هو؟ جو سي با، توا سور لو تا كي الاخطاء اللي عملهم هو، فما كلكو ريكروتمون بوتيتر ماهوش في بلاصتهم، كيما وقت اللي انت في مسيره نتاع 15 سنه تعمل 70 ولا 60 ريكروتمون، يجيوك 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10. ما تمش اخطاء اذا مخلف عاديه معناها. معناتها اخطاء تعرف. واحد اون لو جوج ابريكو مش في وقتها. ولكن المسيره نتاع سليم شيبوب كانت ايجابيه في الترجي الرياضي التونسي، حتى واحد ما نجم ينكر هذا. علاقتك بيه دونك كانت ايجابيه وما زالت ايجابيه. ما زالت ايجابيه. نسالك على علاقتك مجموعه من الاشخاص، عزيز زهير. علاقه طيبه، عزيز زهير من الاشخاص اللي انا خدمت معاهم. وعلاقتي طيبة معاه، يحترمني وأنا نحترمه ونحبه، وشخص ممتاز عزيز زهير. حمدي المدب كيف كيف؟ حمدي المدب عيط لي، تعاملت معاه، خدمت معاه سنة كاملة. مازلت أنا وقتها كي خرجت من مرضى جيتي كونفاليسون، أعطيت اللي نجم نعطيه، بدني ونصايحي، عاونت حتى ماديا اللي نجم نعاون وعملته. ومن بعد فما حاجات ما باش نجيوها، باش نجيوها المرحله هذيك، باش نجيوها المرحله نحكيوا عليها بوفر تفاصيل. هنكمل لك الاسم ريان الاخير، ريان دو ريان دو ريان دو غراف سي دي شوز كي اريف. الاسم الاخير رياض بن نور. رياض بن نور ما عندي به حتى علاقه، قابلت معاه مره وقت كنت نلعب انا با ما نعرفوش، ومحب هو سيسور يحب الترجي الرياضي التونسي. وقت كنت انا لاعب ما كنتش نعرفه، ما شفتوش، لا ما راهش في البارك، ما كانش من المقربين. من بعد با ولا مسؤول، خذا مسؤوليه في عهد سي حمدي المدب، ولا معروف، قام بالعمل نتاعو في الترجي الرياضي التونسي. انا تقابلت معاه مره وقت اللي خذيت مسؤوليه في الترجي الرياضي التونسي، وحاولت نقنعه باش يدخل في معانا في الهيئه، وقت اللي هو جبد روحه الى بري دو ريكول، وحاولت نقنعه، ولكن سمعني وما ما معناتها اي با ريبوندو بار لافيرماتيف، وهذا خيار نتاعو نحترمه. اي دوبوي جون لي بلو ريفيو، ما عنديش به علاقه، انا نراه كيفكم انتم كمحب تاع الترجي، كلاعب قديم راه قاعد يخدم على روحه ربي عين. باهي مزيان، دقيقتين قبل الاخبار. تفضل. في اذا على عكس التجربه الاولى نتاع كمدير رياضي كانت ناجحه، 2005 التجربه الثانيه هكا ولا؟ اي ما كانتش ناجحه برشا. لا كانت ناجحه على الاخر. ما هزيتوش القاب وقت؟ هزينا دوبلي عام 2005. عام اللي بعده هذاك الدوبلي. نحن دخلنا نوفمبر نحن. انت موجود اخر دوبلي؟ بيان سور. الفريق دوبلي شكون عامله؟ انشد عزيز زهير تيقول لك مش خرجت قبل لا الوقت. لا وصل لتنفصل. اي فصل. احنا دخلنا في نوفمبر، سليم شيبوب جو بونس الى ديميسيوني اون نوفمبر و اون اكتوبر و اون ديسمبر، حاسيلو في اخر العام. هكا ولا؟ اي اي بالضبط. وقت اللي احنا دخلنا الترجي كانت مون لي جون ايزون توندونس ا اوبليي ينساو. مي سي بيان دو لو رافليشير بارفوا لا ميموار. مش 2006 دوبلي. اسمعني. نحن نثبت في المعلومه هذه. اي 2006. اي 2005. وانا دخلت نوفمبر 2005. باهي واضحه. فهمت. باهي. وقت دخلنا نحن نلقاو الترجي في المرتبه السابعه. هكا ولا؟ اي. ثبت انت امورك. نلقاو الترجي في المرتبه السابعه وحالتها معناتها ماهيش ستابل، لانه تعرف رئيس جمعيه يخرج لك بعد 15 سنه، سي با ايفيدونس، سليم شيبوب خلى بصمات وخلى برشا حاجات، دونك برشا عباد كانت متاثره، دونك الجمعيه نتاعنا كانت متاثره، نيتي با دون ان بون ايكيليبر وقتها.
باش تدخل انت عزيز زهير ونبيل الشايبي وزياد الانساني بعد سليم شيبوب راهي مسؤوليه ماهيش سهله. صحيح داكور ماهيش مسؤوليه سهله. ترجي خاطر سلام باتو كبير برشا ماشي في اللوسيون وانت لازمك تقودو. باش نرجع نعطيك الفرصه تكمل في الموضوع هذا سي زياد، لكن تلتحق بنا زميلتي اسماء المدب من قسم الاخبار. اش عندنا اخبار اسماء؟ مرحبا بك سلام وبضيوفك. المحكمة الإدارية تتلقى 11 طعن في نتائج الانتخابات التشريعية. تيك صحة دونك، لأن نمشيو للأخبار وبعد راجعين في زون ميكس حتى الخمسة متاع العشية. الأخبار مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. قال ناطق رسمي باسم